الخوض جينا هنايا باش نتغداو ونضربو الكسكسو شي واحد لعيبه ديالنا اسعاف في الزربه. خوت واحد الجلسه رائعه هنايا دار الزر ديال القرق خلاص دبر القرقاع ما كوزو حتى شهر 10 والحمد لله على كل حال. طبيعه رابعه شد مزين هنا هذيك الشجره ديال الرمان الحمد لله. والطابله باش تغدينا تخيل مع الطابله هادي يا مغرب يا ايوا الحمد لله. الخوت عرفت شي اكفس بليه عندي انايا هي بليه ديال القهوه زعما هاد البليه هادي راه مشكله. في المغرب كنت كنشرب وحده جوج في النهار طاليان يعني كنت مروج القضيه وهادي تقدر تشرب اربعه خمسه في النهار بالضحك. طارق صحيبي عرفتي برك كتعرفو قال لي كنت كنضرب سته سبعه في النهار بالضحك. والله ما نكذب عليكم راه بلي هاد القهوه ومع العلم ان راهم راه كيجيبوها غير من المكسيك من البرازيل كنظن القلم الافريقي حتى اثيوبيا كنظن على حسب العلم اللي عارف انا الله اعلم ما عرفتش ما متاكدش 100% المهم كاينه اثيوبيا كاينه. هذا هو المشكل واش بقات في الماء واش من البارمان واش البريسات هي كتلعب دور ما عرفتش كيفاش كيديروا هاد القهوه هادي. تحيه ليكم اخوتي.